سألني المشير طنطاوي: ما رأيك في البرادعي رئيس وزراء؟ كان في هذا الوقت قد استقال عصام شرف، فانتفضت من مكاني وقلت: هذا متآمر، ولو جئت به رئيسا للوزراء هيرمي كرسي في الكلوب ويتآمر على الوطن. نظر المشير إلى اللواء مختار الملة وإلى اللواء سامح صادق وقال: أنا مش قلت لكم طول ما أنا موجود البرادعي لن يكون رئيسا للحكومة ولا هياخد أي منصب. الملاحظة الثالثة: عندما تكاتفت قوى عديدة وأرادت أن تفرض إرادتها وأن تؤجل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر لها 28 نوفمبر، وحذر اللواء منصور العيسى وكان وزيرا للداخلية من أننا لن ننجح في إتمام هذه الانتخابات، قال المشير طنطاوي: الانتخابات حتتم، يعني حتتم.